وللمزيد انضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي محمد رمضان. نرحب فيك أستاذ محمد. بداية، كيف تقرأ هذا الإنجاز الكويتي على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة العمال؟ مساك الله بالخير، شكرا على الاستضافة. أول شيء، احنا اليوم بما أن احنا من أفضل 20 دولة على مستوى 190 دولة، معناته أن احنا حققنا تطور أو في هذا المؤشر أو تطور في سهولة الأعمال أكثر من 170 دولة أو أكثر من 90% من الدول المشاركة في هذا المؤشر. وبالتالي أنت يعني حققت خطوة إيجابية كبيرة، يعني تمثل نقطة تحول نقول عن السابق. طبعا أول مرة تطلع اللي هي 20 أفضل 20، عادة في العادات السنوية كانت تطلع أفضل 10. ولو نظرنا بشكل يعني أكثر عمقا للمسألة، راح نشوف أن من ضمن الدول العشرين أربع دول خليجية، اللي هم الكويت والسعودية وقطر والبحرين. وبالتالي قد يكون هذا التطور، لو لم يكن كثيرا يعني، أنه تظل الكويت في المؤخرة. ولو كان هذا التطور كبير جدا، ممكن الكويت تسبق السعودية وقطر وممكن حتى عمان. إذن برأيك، ما أهمية هذا المؤشر وكيف ينعكس التصنيف على بيئة الأعمال نفسها في البلاد؟ هذا المؤشر يستخدم من آلاف الباحثين وآلاف الأبحاث والوثائق المعتمدة في العالم. هو تقريبا أهم مؤشر في يعني يضع عينه على سهولة الأعمال، والدول تحرص أن هي تكون في المراتب الأولى. التطور في هذا المؤشر من المراتب الأخيرة إلى المراتب الأولى يعطيك قفزة كبيرة، هذا الرئيسات طبعا، قفزة كبيرة في النمو الاقتصادي، في نمو الناتج المحلي. وهذا هو أهم شيء، ويجذب المستثمرين بشكل كبير جدا، ويجعل الدول في مصاف الدول اللي تتوجه إليها رؤوس الأموال. لكن احنا نحتاج إلى تطور مستمر. أعطيك على مثال، في 2016 كانت كينيا ترتيبها 108، وظلت في العشرة الأوائل سنويا إلى 2019 وصل ترتيبها 61 على العالم. اليوم الكويت لو فعلا كانت في العشرين، يعني اليوم ممكن يتطور المركز ترتيب الكويت من 97 إلى 3 أو 4 يعني مراتب، أو إلى 20 مرتبة لو كان النمو عالي جدا، لو كان يعني التحسن عالي جدا. فإحنا ننطر تاريخ 24 أكتوبر إلى التقرير ونشوف كم كان تطور الكويت، وهل هي فعلا سبقت دول الخليج المنافسة لها ولا لا. وهذا بالنسبة لي هو أهم معيار راح يتحدد في يوم 24 أكتوبر إن شاء الله. نعم، كل الشكر لك الأستاذ محمد رمضان المحلل الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف.